أهلا بكم إلى كلام بيروت. الإرهاب يسابق الوضع والعيد، وبعد القاع وبنغلاديش والعراق ها هو يضرب في المملكة العربية السعودية. في لبنان كل المحركات السياسية توقفت إذانا ببدء عطلة عيد الفطر، في عطلة تمتد واقعيا إلى الأسبوع المقبل. ضيفي اليوم نائب رئيس حزب الكتائب والوزير السابق دكتور سليم الصايغ. صباح الخير دكتور صايغ، أهلا وسهلا بك. صباح الخير لإليك ولجمهورك. مثل ما قلت، الإرهاب يسابق العيد، الإرهاب لا دين له. البداية من كاريكاتير جريدة الديار، حيث صورت الإرهاب على شكل سكين يستهدف كنائس المسيحيين، جوامع السنة وحسينيات الشيعة، وآخرا امبارح الاعتداءات بالمملكة العربية السعودية. هل بتشوف في خيط رفيع يربط بين كل هذه الاعتداءات؟ يعني بلشت بالقاع، كملت ببنغلاديش العراق، وصولا للمملكة العربية السعودية امبارح. اليوم أصبح داعش هو رمز، وكان كل عمره رمز للشر، وبالنتيجة يعني نحن اليوم بين فلسفة الموت وفلسفة الحياة، منطقين عم بيواجهوا بعضهم. هلا ما بعرف داعش كلمة صغيرة أو كبيرة، لكن كل واحد اليوم بيقدر يقول انه بيعمل عملية، بده ينتقم من جاره، بيتبنى عملية على جاره، بقول هيدي داعش. اليوم ما بعرف مين عمل عملية القاع، ما حدا تبنيها. هالشي شو بدل؟ ما بعرف، له تفسير معين انه دائما يعني داعش دغري بتتبنى يعني العملية. هو مثل القاعدة قبل منها، هيك قاعدة هي يعني اسم وخلايا نايمة بيشتغلوا. نعم. بيتصلوا بشي أمير ما بعرف وين، بيقول لهم يلا تكلوا على الله، بروحوا بفجروا حالهم أو بيعملوا عملية إرهابية. يعني ما نفكر إنه داعش أو القاعدة أو هول عندهم مثل البنتاغون وعندهم هدوك الأجهزة المهمة، كله تحت الأرض ومخبى وخايف، كله خايف من كله. الخطورة تبع داعش هو استعمال الدين، نعم، لتحليل الحرام، وهذا شيء شغلي يعني لا تجوز ولا يمكن مواجهة داعش والإرهاب بالطرق اللي عم نواجهها اليوم. يعني مش بالطيارة بتواجه داعش، مش بالعسكر بتواجه داعش، مش بالعقل الأمني فقط بتهاجمي أو بتواجه داعش. داعش بدها تتواجه، وكل الإرهاب يجب مواجهته بطريقة شاملة وكاملة. هي قضية تربية، هي قضية نمط حياة، هي قضية تعلق بالحياة. يعني بحب أعطيك شغلة، بعد حوادث القاع صار في إلغاء عشرات من الإفطارات. شبابنا حزب الكتائب بالضنية كانوا عاملين ومقررين عشاء رمضاني، كنا بدنا ناخذ خيار بنخليه العشاء ولا لا. بالاخر قلنا افضل رد على الارهاب انه ناخذ الرهان في خطر ونخلي العشاء ونجتمع ونكون كلنا سوا عم نلتقي حول مائدة المحبة والرحمة والغفران اللي هي العشاء الرمضاني. هيك بكون عم نلتقي مع بعضنا كأهل هالبلد، عم نكون عم نرد على الارهاب. انا برأيي رد على الإرهاب إن كان بالسعودية، ومنتأسف حقيقة إنه السعودية اليوم اللي عم تعمل نهضة كتير كبيرة بأرضها، عم تعمل نهضة كتير كبيرة تحديثية بقلب مجتمعها، ونحن مطلعين تماما على تفاصيل الأمور شو عم بيصير هنيك. حرام إنه يعني يصير في هالمواجهة فقط، نعتبرها لازم تصير بالطريقة البوليسية. المواجهة بدها تصير بطريقة حضارة الحياة ضد حضارة الموت. اليوم بهالإطار جريدة المستقبل دكتور صايغ بتقول يصح تكرار الدعوة بلبنان، يعني بشكل أدق، إلى التمسك بمقومات الأمن والأمان يلي بتشكلها القوى والأسلاك الأمنية والعسكرية الشرعية. وحزب الكتائب كان له موقف امبارح بعد المكتب السياسي، أكد أن القوى الشرعية هي وحدها صاحبة الإمرة، ودعا لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. يعني وأكيد أصدتم بالبيان، القاع والحدود، حدود لبنان الشرقية، بدون أي شك نحن موقفنا واضح
انه في مقاربة لما يكون في الخطر واضح ومعتلم بدك تواجهي بالطرق المتوفرة. نعم. معناتها بالطرق الأمنية العسكرية. نتصور انه الجيش اللبناني والقوى الأمنية عملوا عمل جبار حقيقة ضمن الخطوط اللي بيقدروا يتحركوا من ضمنها، لكن هذا طبعا منه كافي لأنه حدودنا بعدها مسيبة، في قرارات أممية لازم تتطبق هيدي بتحمي سيادة لبنان. تقصد القرار 1701 يعني لجهة فرض أو مد سيطرة قوات الطوارئ الدولية على الحدود، مساعدة القوى الأمنية اللبنانية، هني عم يعملوا بطريقة مجتزئة عم بيساعدوا القوى الأمنية. نعم. والجيش اللبناني، لكن هذا يبقى غير كافي لأنه يفتقد لبنان إلى القرار السياسي بتطبيق كامل مندرجات القرار 1701 هلأ. ولكن كمان نحن ببياننا بنقصد موضوع الأمن الذاتي كذلك الأمر. نعم. نحن منقول أنه في، وهذا عملوا أهلنا بالقاع، نوجه لهم تحية، عملوا ممارسة للحق الدفاع، الحق الدفاع المشروع عن النفس. نعم. كل مواطن، كل إنسان له حق إما يتعرض، تتعرض كرامته، كرامة بيته، يدافع عن نفسه، وحرمته يدافع عن نفسه، والقانون يعني بيسمح بهيدا الشيء. يعني منطق حزب الله بهذا المعنى معه حق؟ لا ما معه حق، انه عم بدافع ايضا عن نفسه وعن اللبنانيين. لا ما معه حق، رح اقول لك ليه. لانه الحق الشرعي بالدفاع عن النفس هو قائم بالقانون ويحتكم الى قواعد. قواعد هي هذا العمل بده يكون استثنائي. نعم. ظرفي، وردة الفعل بده تكون مناسبة للفعل، هذا القانون بحددها. وبيوقف الحق الدفاع عن النفس عندما يتدخل الجيش والقوى الأمنية، وإلا بصفي كل مواطن هو عامل جيش وقوى أمن. شو صار بالقاع؟ بالقاع أهلنا بالقاع وقفوا، وقفت الأبطال، الوقفة ما بيقدروا يعملوا غيرها أساسا، ما بيقدروا يهربوا ولا بيسوا يهربوا، مش بعادتهم أنهم يهربوا، لكن ما عندهم خيار إلا أنهم كانوا يحملوا يواجهوا السلاح، يواجهوا، تخلص مهمتهم، بفوتوا على بيوتهم، بيرجعوا لحياتهم الطبيعية لما بيستلم الوضع الجيش اللبناني والقوى الأمنية. اللي بيحكي حزب الله غير هيك، اللي بيحكي حزب الله هو له طبيعة دائمة، يعني الحق المشروع بالدفاع عن النفس يصبح الحق الفردي أو الجماعي، يصبح ممأسس بشكل دائم كرديف لا القوى الأمنية أو كمساعد. طالما المبرر برأيه موجود يعني. لا، ولكن لما يكون كل شيء عنده صفة الديمومة. نعم. ما بعود حق مشروع بالدفاع عن النفس، ندخل في مكان آخر. إيه؟ نعم. يعني ناخد المشكل الصغير، أولاد عم بدافعوا عن نفسهم بمحل، واحد عم بدافع عن بيته، اعتدوله بالحي، اعتدوا عليه، بدافع عن نفسه، لكن بسرعة بعدين لما يتدخل البوليس او الدرك او هيك، خلاص بده يرجع الامور تنتظم تحت امرة الشرعية، تحت امرة القوى الامنية. مشان هيك نحن بنقول انه نحن ضد الامن الذاتي، نحن مع الامن اللامركزي، انه البلديات تكون معززة بقواها البلدية، لكن كمان القوى اللامركزية بدها تكون تحت سلطة الشرعية المركزية. بدي ارجع للي صار بالقاع دكتور صايغ. ليش القاع تحديدا؟ يعني دكتور سمير جعجع بعد ما كان قال انه القاع ليست مستهدفة وعاد واكد بلا انها مستهدفة، باخر موقف له ومن وراء قراءة وجد انه قد يعني فعلا قاع قد لا تكون هي مستهدفة كقاع. انت عندك رأي بهذا الاطار؟ يعني هذا كله، هذا الحديث تحليلي مبني على شو تحليلك؟ مبني على معلومات مجتزأة، ودائما المعلومات مجتزأة لأنه ما فيكون عندك 100% صورة معلومات واضحة. صورة واضحة. نعم. تبني وبتقولي بتبرري أو بتعطي الأسباب الموجبة لموقفك، لكن هذا كله مع احترامي للكلام اللي عم بينقال، مش هيدا اللي عم بصيب الموضوع. إذا أردت أن تستنتج انطلاقا من المستفيد يعني مما يجري، مين يعني شو السبب؟ أنا ما بعرف، بدنا نعمل يعني نظريات المؤامرة، ما بعرف. أنا بهمني أنه القاع، أهلنا بالقاع يكونوا. نعم. عايشين بكرامتهم ومرتاحين، وما حدا يجي يقول لهم غير الدولة أنا بحميكم. أنا هذا موقفنا نحن بحزب الكتائب،
ما بدنا أي مواطن يكون بذمة حدا إلا بذمة الدولة. نعم. مشان هيك ما بدنا يعني منروح بالمباشر عليها، ما بروح بالغير مباشر. الكلام المباشر منقول إنه مع تسطيرنا وتسميننا لكل موقف اللبناني التضامني مع أهل القاع. نعم. وخاصة من أهلنا ببعلبك الهرميل اللي كلهم وقفوا وقفة تضامنية، إذ لا يجوز أن يضرب الجزء، الجزء يضرب الكل، ما بيصير. وهذا يصح على كل بقعة من بقاع لبنان. مع تسميننا لهالموقف نحن منقول إنه المواطن بده يحس حاله ما بده وسيط بينه وبين الدولة الراعية لشؤونه واللي بتحافظ على أمنه وبتحافظ على وجوده مطرح ما بضيعته مطرح ما هو. مين بتقصد بكلامك؟ من عنده هذا الشعور؟ أعطي الانطباع عن خطأ أو عن حقيقة عن نعم. صح، أعطي الانطباع وكأنه حزب الله هو الذي يؤمن الحماية للمنطقة الحدودية والمناطق الحدودية بالوقت اللي نحن عاطيين تعليمات فيها لكل شبابنا اللي موجودين بالمناطق الحدودية من الجنوب إلى الشمال، قايلين له لما عم تحرسوا بيوتكم بالليل، عم تحرسوا بساتينكم، عم بتكونوا وطير مطرح ما أنتوا، بتحطوا السياسة على جنب وبتغلبوا مصلحة الضيعة ومصلحة الأمن المحلي. نعم. مشان هيك ما كان في عنا أي إشكالية إنه تكون كل الناس اللي عندها القدرة إنها تكون توقف حد بعضها، ما عنا اي اشكاليه لانه بنحط سياسي على جنب. لكن نحن كمان اعتبرنا انه المشهد نافر جدا لما وزراء الدوله اللبنانيه والنواب الامه اللبنانيه لما بدهم يوصلوا على القاع تاني نهار الحوادث بدهم يمرقوا على حواجز موصوفه ونازله على الطريق وما في اي مبرر عسكري امني لها، هي حواجز حزب الله. هيدا اللي عم نقول كان بيقدر حزب الله لانه عنده بيعتبر منظومة أمنية بدها تراقب، بيقدر يحط نقطة حد الطريق ويراقب ويترك بلا الحواجز الموجودة. هيدا المشهد يشير على أنه في شيء ما غير مفهوم بهيدي العملية كله. لماذا المطلوب شكل علم، وضع العلم، نقول أنه أنتوا تتفوتوا على القاع بدكم تمرقوا علي انا كحزب شو الله؟ شو عم بيقول حزب الله؟ ما بعرف، بده يسال عنها. الدكتور مصطفى علوش اليوم كان عنده قراءه بجريده الجمهوريه اعتبر فيها انه بنتيجه عده امور بالميزان الكسب من ما جرى بالقاع يميل الى حزب الله، من بين الاشياء اللي عددها يميل الكسب انه حزب الله ربح، انه بين بكل هذا المشهد انه حزب الله هو الذي ربح. اولا صار في رده فعل ذات طبع طائفي ضد السنة عموما، ردة فعل مباشرة ضد معارضين النظام السوري، كلام وتحريض ضد النازحين السوريين، تحريض ضد عرسال، ظهور بوادر أمن ذاتي بوجود الجيش اللبناني، بروز أصوات تحض حزب الله على حماية المنطقة بدل ما يكون موجود بحلب، وعودة الحديث عن تجاوز الخلافات مع الحزب، يعني قبوله كما هو بسبيل مواجهة الإرهاب. شو تعليقك؟ يعني هذه قراءة يعني بتوافقوا ببعض ما جاء فيها؟ يعني إذا مش إذا بنعمل قراءة سريعة للموضوع نوصل للنتيجة اللي عم يحكي عليها الدكتور مصطفى علوش. لكن إذا بناخذ وقتنا شوي أكثر وبنشوف ترابط الأحداث، استهدافات اللي عم بتصير بتركيا وبالسعودية، نعم، خطاب السيد حسن نصر الله ذاته اللي سحب الحجة انه هو المستهدف، يعني هن المسيحيين فقط، وبالنتيجة انه الشيعة هن حمين المسيحيين وانه حزب الله، اعتبر انه الكل مستهدف بما فيهم السنة، وبالنتيجة يعني تقريبا ردنا كلنا، مش رد على الدكتور مصطفى، ردنا كلنا حتى نغمق شوي التحليل ونقول انه لا، اذا كان في غايه بنفس يعقوب، واذا كان في غايه انه استغلال سياسي من قبل حزب الله لموضوع القاع وانه ياخذها لعنده، خطاب السيد حسن نصر الله بمكان ما
لم يرد أن يظهر نفسه وكأنه هو الشريك أو هو الراعي للأمن في لبنان. كان إذا بدك خطابه أكثر مركب أكثر معقد أكثر. أنا برأيي سيد حسن نصر الله اللي قاله كان يمكن مناسب نحكي، بس ما حدا أنا بحب يحكي سياسي بأيام رمضان يعني شهر رمضان الفضيل ما عم يحكوا. سيد حسن نصر الله برأينا انه قال انه في جيش وقوى الامن ويعطيهم العافية ونحن منجي بعدين حتى نساعدهم هن الاول. هذا خطاب بريح الساحة الداخلية اللبنانية. لكن الشق الاخر اللي قاله هو موجه اكتر للداخل لبيئته المباشرة، وهو اللي عم بيقول شفتوا نحن لو ما رحنا انغمسنا بسوريا وتدخلنا بحلب وغير حلب كان بدل ما يكون في واحد او عشرة كان في نوع اضعاف واضعاف عم بيجوا علينا ويفجروا حالهم عنا. يعني يبرر، وبالنتيجة هو يبرر ليس للبنانيين لانه اخر همه يبرر للبنانيين ما سئلين لبيئته، هو سئلين على البيئة اللي عم تسئله اللي عم تقوله لوين اخذتنا، عم يجي بيقولن انا اخذتكم لمكان لانه تفضلوا شو عم بيصير بلبنان. وبالنتيجة هون اذا بدك بعتبر الخطاب شوي مركب اكتر ما بنتصور، انه منه فقط لوضع اليد على الامن بلبنان معنويا، يعني وضع اليد انه هيدي القصة بعاهدتي ما هيك ابدا. بتصور عم ببرر، ورح نشوف بعد الخسارات اللي مني فيها المشروع النظام بسوريا وسيطرته على كامل الارض السورية، رح نشاهد اكتر واكتر ظهرات اعلامية وخطوات تبريرية، لانه مضطر حزب الله يعمل هدوء ناعم على الساحه اللبنانيه سوفت لاندنج يعني حتى ما يصير في ارتدادات قويه. انا بحطها هاي كلها بهالخانه هونيك، انه في رجعه لحزب الله على لبنان ما رح بيقدر يضل منغمس بالاقليم بعد اللي صار بين تركيا وروسيا وتركيا وتل ابيب. هالمثلث هيدا اللي عم يركب بالمنطقه اللي عم بيكون على حساب الحلفاء الطبيعيين لروسيا لهن النظام وإيران، صرنا بمعادلات عم تتغير بالمنطقة، وبالنتيجة في كتير إعادة للحسابات. بكل الأحوال في عودة لازم تكون هادئة وناعمة إلى لبنان. إلى لبنان. بعد الفاصل، هل لهذا السبب تحرك الملف النفطي، وما قصة التفاؤل بقرب انتخاب العماد عون تحديداً رئيسا للجمهورية؟ لحظات ونعود. نعود لمتابعة هذا الحديث مع دكتور سليم الصايغ. بالعناوين السياسية، تحريك ملف النفط بعده عم يعني تدور حوله التساؤلات، شو سر هذه الصحوة، صحوة الضمير، أو لماذا هذا التوافق المعجزي؟ هل سيرسي توافقا مماثلا بالحياة السياسية؟ اليوم السيدة إلهام فريحة بالأنوار اعتبرت أنه تحريك ملف النفط يعني قرار دولي باستقرار لبنان أمنيا، قرار دولي بعدم انهيار لبنان ماليا واقتصاديا، وأيضا قرار دولي بأن يكون لبنان العمق المستقر لمنطقة الشرق الأوسط. هل عندك قراءة يعني مضافة أو مختلفة لما تقدم؟ لكن القرار الدولي السياسي قائم من زمان أنه لا ضرب للاستقرار بلبنان. وتحريك ملف النفط يأتي بهذا بمعزل. لا أنا ما بحطه. نعم. لأنه اللي بهم بالنسبة للقرار الدولي هي الشركات الأمريكية اللي بدها تجي تشتغل هون والشركات الروسية. هاي الشركات يعني اليوم وقعد فكري أنه أمريكا عندها سياسة خارجية بالنسبة للبنان أكثر ما هو قصة المحافظة على الاستقرار. نعم. مشان هيك منلاقي أنه أمريكا يعني تستثمر كثيرا بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية. نعم. والأوروبيين بشكل عام وأصدقاء لبنان. سياسة أمريكا في بالنسبة للبنان استقرار، إلى كلمة واحدة، ستابيليتي.
لأجل ذلك سقط الوحي على المكونات اللبنانية؟ من زمان. لا، على المكونات اللبنانية كان لحد قبل أسبوع المشكلة واقعة بملف النفط. استابيليتي إلى من أيامات حكومة الرئيس ميقاتي. نعم، طار الرئيس الحريري وطارت منظومة سياسية طويلة عريضة ومن هز الاستقرار ودعمت حكومة الرئيس ميقاتي باسم المحافظة على الاستقرار. نعم مزبوط. والنفط كان قائم، كانوا بيقدروا يمشوه، ما مشي موضوع. فإذا أنا برأيي يعني في كمان الشركات الأمريكية والروسية اللي بدها تشتغل يعني حاصلة على حقوقها، ما في خوف يعني، اللي أصلا ما حدا غيرهم بيقدر يفوت. نعم، في قضية بعدين كيف بدها تصير العملية. نحن بانتظار أجوبة واضحة من الرئيس بري، من الوزير باسيل، من الرئيس سلام، مع العلم انه عنا نحن اجوبتنا بس ما رح نقولها، لانه دائما بنحب انه نسمع هني شو تفسيرهم لهذا الشيء. اولا خلينا نقول للناس، نعم، انه كتير منيح يصير في تنقيب على النفط والغاز بلبنان، وشغله جيده، ولازم نقول للبنانيين هيدا انجاز. انما بذات الوقت بنقول، نعم، انه هيدي الحكومه اللي وصفها رئيسها أفشل وأسوأ حكومة بتاريخ لبنان، واللي يحتكم إلى الفساد، وبغياب رئيس للجمهورية، هاي الحكومة بديها هي تشرف على موضوع النفط بلبنان، هاي الحكومة لرئيسها ما عنده سقف فيها. مما تخشون دكتور صايغ؟ أول شيء التلزيمات. اليوم تجي الشركات الأمريكية أنه يصير في محاصصة عليها، يعني تلزيمات، ما هي عندك سلسلة شركات، نعم، خدماتية، هي اللي بتأمن للشركات اللي بدها تعمل تنقيب وغيره، هي اللي بدها تأمن منظومة الخدماتية اللي حواليها. نعم مزبوط. طيب هاي الشركات لازم تكون لبنانية. أنا بطلب من الناس تشوف من وقت ما برجع يتحرك ملف النفط والغاز، نعم، وبالسجل التجاري، وتفضلوا يا صحفيين ويا إعلاميين اللي بحبوا يعملوا يرفعوا الصوت، واللي عندهم بعد الجرأة بهالبلد يرفعوا الصوت، يروحوا يتفرجوا بالسجل التجاري على كم الشركات اللي عم تتسجل ومين في وراها، حتى نفهم انه هناك سياسيين كتير كبار هن عم بيعملوا شركات وعدة شركات بهاجموا بعضهم بالسياسة، ولكن هن شركة بهول الشركات الخدماتية. نعم. وهيدي الشركات هي المستفيدة الكبرى مباشر. وإذا وقفت العملية بمحل معين، لأنه كل واحد عامل حساباته شو بده يطلع له بالشخصي مش للبنان. هيدي نحن كنا مثل كل قصص الفساد، نعم، مثل قصة النفايات، مثل قصة السدود، مثل كل هالقصص هاي. مش هناك عم نقول أنه موضوع النفط والغاز على أهميته ولازم يمشي، لكن نفتقر الى معايير شفافيه. نعم. حكي الشيخ سامي جمي رئيس الحزب من مده ببرنامج تلفزيوني عن موضوع انه لبنان لم ينتمي الى المبادره الدوليه للشفافيه. نعم. اللي بتجمع عشرات الدول. خلي لبنان ينتمي لها المبادره. تعرفي ليه لبنان ما عم ينتمي لهيدي المبادره؟ طلبوا راي هيئه التشريع والاستشارات. بنطلب نحن علنا اليوم معك من على هاي الشاشه انه خليه يقولوا هي التشريع والاستشارات، خليه يقول رئيس الحكومة ليه لبنان لا ينتمي إلى المبادرة الدولية للشفافية. لأنه قال الرأي هي التشريع والاستشارات مثل ما عرفناه أنه لبنان مش حاضر ينتمي لهذه المبادرة. هو يعني الفساد بأي حال دكتور صايغ بآخر فترة. نعم. صار أكثر من عادة بس كل الشركات النفطية بالعالم، لانه في موضوع سيادي كتير كبير، في مليارات. نعم. تتاملي انه دول مسيطر عليها المافيا، يعني السياسيين يساووا مافيا. بيجوا هن بيعملوا شركات وبيسيطروا على هيدا الكم من المليارات. هيدي الاموال اذا ما عليها مراقبه شفافيه دوليه قد تذهب الى تمويل اعمال غير شرعيه ومنها الارهاب. خلينا ننتبه عن شو عم نحكي. نعم. مشان هيك نحن بنلفت نظر هون السفراء المعتمدين لدى لبنان. نعم. بتمنى انه كلامي يكون عم يترجم بالفرنساوي وبالانجليزي وبكل اللغات. انه ينتبهوا على انه
نحن رح نكون عم نعمل حملة طويلة عريضة ببلدانهم بالعواصم تبعهم، انه انتو يا الشركات عم تجوا بتستثمروا ببلد عم تحكموا مافيا الفساد وعم يطلع مليارات بالمستقبل، ما رح تروح لعند اللبنانيين، هول المليارات رح يروحوا لجيوب خاصة لناس عليهم شبهات. طيب. هذه جريمة مالية، هول اليوم عم يستفيدوا من قضية النفايات ومن قضية السدود، هول مجرمين ماليين، هول لازم بالنتيجة يعرفوا انه هذا مالهم غير شرعي. مش لازم بالدرجة الأولى تتم محاسبتهم من شعبهم؟ مش إذا عملت انتخابات هلا ما بترجع بتجي نفس النتيجة؟ ليكي على الأقل إذا كان الانتخابات البلدية إجازات النتيجة، لأنه بعدها عطيتنا وطلعت معك بعد الانتخابات البلدية وحكينا نعم. سوا فيها وقلنا إنه بالانتخابات البلدية الناس صوتت لرفض الأمر الواقع عليها، ونحن نعود وهالشي رح يصير بالنيابة؟ لازم يصير بالنيابة. ما بدك قانون يقدروا يصوتوا من خلاله؟ خليني أقول لك شو ما كان القانون، الانتخابات البلدية الانتخابات البلدية عطيتنا إشارة نعم. إنه شو ما كان القانون وقانون الانتخابات والقانون البلديات وقانون الانتخاب البلدي مر عليه الزمن، بالرغم من هيدا الشيء الناس عطيت وصوتت محل ما لازم تصوت. إذا نعم. نحن انسحبنا من هيدي الحكومة ومعتبرين إنه لا نريد أن نلوث حالنا بأي شكل من الأشكال بالأداء تبعها، هو تماما تحضيرا للرأي العام وللناس ونعطيهم موعد بالانتخابات النيابية، لأنه لازم نسائل الناس، لازم الناس نقدر يكون عم بيسائلونا بكل حرية، ما نكون نعم. إجر بالبور وإجر بالفلاحة يوم الحساب. يعني انطلاعا من حديثك ما بتعتقد أنه في رابط مباشر أو علني بين التطور النفطي وقصة أفق الأزمة الرئاسية؟ أبدا لا لا رابط، ما في إلا أي رابط، ما ممكن ينسحب هذا الانسجام بين الرئيس بري والوزير باسيل، كل شيء بحسب. ماذا لو كان في مؤايدة دكتور صايغ؟ يعني امبارح انكتب أنه اعطونا النفط وخذوا الرئاسة، يعني مؤايدة بهذا الشكل؟ منا محكومة بإيد الرئيس بري، يعني الرئيس بري لوحده مش بإيد العماد عون؟ ولا بإيد العماد عون، لوحده في شعب. يعني اليوم تبهي اللي حكي الرئيس سنيورا امبارح نعم، واللي رجع اليوم حكي عدة نواب من المستقبل بين امبارح واليوم الصبح، عم بيقولوا بصريح العبارة لا تغيير بموقف تيار المستقبل من موضوع ترشيح العماد عون. هذا رد تماما نعم. على هالمقولة اللي عم بتقول انه في سلة منظورة وغير منظورة بهذا الموضوع. انا برأيي لا، هلأ بتقولي لي تشيع الثقة، يعني صار عندهم ثقة، صار يحبوا بعضهم أكثر بهيدا نعم. المجال، لهني ما بيتحكموا بالوراق، ما نعم. ما نغلط، مع العلم انه نحن حابين انه نعمل شغلنا بلبنان ويصير في مبادرات لبنانيه، لكن طالما السعودي والايراني ما قعدوا مع بعضهم وحكوا حديث الجد، ما نتصور بيجي رئيس جمهوريه للبنان بنتيجه مقايده نفط برئاسه جمهوريه. يعني اذا بتوافق جورج بكسيني يلي قال اليوم بجريده المستقبل انه ثلاثيه حوار، الحوار اللي دعا لها رئيس نبيه بري هي من اجل الحوار بحد ذاته، من اجل تقطيع الوقت بانتظار جلاء الوضع الاقليمي او ظهور تسويات موضعيه او شامله، يعني اذا ما انحلت بالاطار الاوسع نحن بلبنان ليس علينا ان ننتظر اي حل. دون اي شك انه التوقيت اللي حطه الرئيس بري ليس مرتبط فقط بتطورات الساحه اللبنانيه. التوقيت اللي حطه الرئيس يعني بري اول اب مرتبط بكذلك بلوره جمله مواقف نعم. اقليميه بشهر اب، من المفيد انه تنعمل هيدي المحاوله. نحن بنعول عليها. اي مواقف؟ يعني قلت لك هلا بتتفائل كلها بالخير من زيارة المسؤول الفرنسي ب 11 تموز لبيروت في دفع بعد المسعى الفرنسي. وحقيقة فرنسا كل المنظومة الدولية الصديقة للبنان تقريبا مسلفة بهيدا الموضوع، انه فرنسا هي اللي عم بتبادر بموضوع رئاسة الجمهورية بلبنان نعم، ولبنان لا يزال أولوية لفرنسا بالنسبة لملف الشرق الأوسط، وبالنتيجة إذا فرنسا ما بادرت ما نتصور أنه حدا تاني ببادر مطرحها. برأيي هون رح في دفع رح بيصير، الفرنسي بهمه
انه السعودي يحكي مع الايراني، في انضاج لعملية اليمن، في اعادة ترتيب التحالفات بالمنطقة كلها سوا. الامريكي رح يعمل دفع اخيرة، دفع اخير قبل ما يفوت بمرحلة الاستحقاق الرئاسي عنده. اصبح التوقيت بقاب منه فقط توقيت لبناني، ما بنحكي عن سوريا، يعني بسوريا كمان عم نشوف انه في، ما عم نحكي بالدفع الامريكي والغربي، انه صار اكثر عم نسمع اشتباكات بين النصرة وداعش، او بين سوريا الديمقراطية وداعش. هي كلها مين عم يدعمهم؟ في شيء عم بيتغير، مين عم يدعمهم ضد داعش؟ من اللي عم يدعمهم هو الغرب، هل الغرب او القوى الاقليمية عم تدعمهم؟ معناتها انه في ترتيب اخر لميزان القوى بسوريا اليوم، بده كمان يتأثر فيه الساحة اللبنانية. هل هذا الترتيب يعني رئيس من خارج الأسماء المطروحة؟ وبقية المواضيع سنناقشها بعد التوقف مع تاني فاصل. إذن نعود لمتابعة هذه الحلقة مع دكتور سليم صايغ. كنا عم نحكي بموضوع الرئاسة اليوم، في كتير انكتب عن هذا الموضوع، هيك سريعا رح استعرضهم. فيليب أبي عائل باللوريون لجور كتب عن مبادرة الرئيس بري بين الضغوط الفرنسية والأجندة الإيرانية، وبطيات مقاله يشير إلى معادلة جديدة قد تكون بالمرحلة المقبلة، هي سلاح حزب الله مقابل تعديل اتفاق الطائف. بعدنا عم ندور حول مسألة المؤتمر التأسيسي دكتور صايغ. احنا بادر الشيخ سامي على طاولة الحوار، بس ما انعطى لحقها المبادرة، ولكن رح يرجع تنطرح اكيد بشهر اب بخصوص مجلس الشيوخ. حكي مجلس الشيوخ على اساس نسبي وقانون أرثوذكسي. نعم، شغلة كتير مهمة هاي حتى تريح الطوائف بلبنان، وهيدي بصلب اتفاق الطائف. متى لو كان الطلب اكثر من اراحه، يعني صلاحيات بمحل معين؟ صلاحيات حتى عن نائب رئيس للجمهوريه، ما حتى رئيس جمهوريه شو عنده بعد صلاحيات؟ ما نحن عم نطالب بتعديل صلاحيات رئيس جمهوريه حتى نعززه. بتصور موضوع نيابه رئاسه الجمهوريه بالوضع الشرق الاوسط اليوم، بوضع انه مطلوب تعزيز الوضع المسيحي بالشرق الاوسط، منا وارده، يعني لن يكون إلى دعم دولي. نعم. ولن يكون إلى دعم داخلي. مطروحة على علمك؟ بالجرايد ولا مرة انطرحت حقيقة، بالأروقة السياسية ولا مرة، بالحوار اللي جمعنا بالماضي وبالحاضر مع حزب الله والنقاش يعني والحكي، ولا مرة انحكت هيدي الأفكار ولا مرة. عم نحكي اليوم كيف بيحمي حاله حزب الله بلبنان، كيف بيحمي حاله بموقع معين؟ ما هو أخذ كل المواقع بقلب الدولة اللي ممكن تحميله وضعه، إن كان أمنيا وعسكريا وسياسيا، أخذ اللي بده ياخده. إنه شو اللي بيحميله وضعه أكثر من هيك؟ اليوم منا المركز اللي بيحميله وضعه، اللي بيحميله وضعه هو الوحدة الوطنية، هو الناس تكون عم تحكي مع بعضها. نحن اقترحنا قانون انتخاب يكون 128 دائرة، هلا يمكن ينرفض يمكن ينقبل، بس كمان طريقة تكوين السلطة هي اللي بتحمي وضع حزب الله. بعدين خليني اقول لك، طب ليه بدي افكر بس كيف بدي احمي وضع حزب الله؟ طب ما انا مين بده يحميني؟ وانت مين بده يحميكي؟ وابن عمنا مين بده يحميه؟ نحن يعني بده يكون كل المواطن مرتاح. نعم، الناس في ناس كثير خايفة من حزب الله كمان، في ناس تعتبر حالها لا يعني محمية من حزب الله، بس في ناس تعتبر حالها مهددة من حزب الله. لا، خلينا البلد يكون أكبر من هالمكونات كلها. كمان بجريدة السفير بالموضوع الرئاسي العماد عون يردد مقولة أمام زواره، أنه القائد الفعلي لجوءة 14 أدار التي تمنع وصوله إلى بعبدة هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو على قناعة بأن الرئيس الحريري يمكن أن يقترب منه رئاسيا إذا تحرر من الاعتبارات الخارجية، ولكن من الرئيس بري ما عم يلمس ولا أي مبادرة. هالشي بيفسر يمكن الفتور بين العلاقة بين الرجلين. يعني لما تصير كل سياسة لبنان ومستقبل لبنان وحقوق المسيحيين ومستقبلهم بهالشرق مرتبطة بمدى دعم ترشيح او عدم دعم ترشيح الجنرال عون للرئاسه، نعم، نكون احنا عايشين حقيقه
حصر الانحطاط التاريخي تبعنا. لا، لازم نظهر بقى من هالمعادلات، نفكر أكبر وأبعد من الأشخاص على أهميتهم ومع احترامنا لهم كلهم، ولكن نخلص بقى من قضية أنه يا بتدعمني يا إما أنت خاين. دكتور داود الصايغ أيضا بالنهار سأل ليش عند كل استحقاق رئاسي تعلو الأصوات بوجوب الاتفاق على كل شيء، وإلا ستبقى الرئاسة أسيرة ومفتاح الإفراج موجود بطهران. ليش كل مرة بالاستحقاق رئاسي دكتور صايغ بنقع بنفس المشكلة؟ يعني مشان هيك نحن يمكن اليوم نقول بطهران، قبل كانت بأماكن مشان أخرى. مشان هيك نحن عم نقول اليوم ومن أول لحظة صار فيها فراغ رئاسي. نستعمل كلمة فراغ، ما بنستعمل كلمة شغور. لأنه الشغور هو تعبير إداري. نعم. بينما الفراغ نحن عم نحكي على المدى السياسي تبعه. ليه عم نقول من أول لحظة أنه ما بقى في ميثاق وطني بلبنان؟ لأنه الميثاق لا يستوي إلا بوجود السلطات اللي في عندك ماروني وسني وشيعي فيها. ورح امتنح مجلس الشيوخ اليوم للدروز. كيف بده يمشي البلد أعرج بهالشكل هيدا؟ استسهلنا، عملنا حكومة تضلها شهرين ثلاثة انبسطنا فيها هاي الحكومة، مزبوط؟ وبالنتيجة نحن مشان هيك عم نقول انه الاسباب الموجبة لهي الحكومة انتفت. لازم تفل هاي الحكومة، تصير تصريف اعمال لحتى الكل يحسوا حالهم بقى انه منهم مرتاحين مطرح ما هن. كذلك مجلس النواب ما لازم يعمل تشريع ضرورة، لانه هيدي كمان بدعة. تشريع الضرورة ما هولوا علينا، يا بنعمل تشريع ضرورة يا اما ما بعرف بتقوم لقيامة، ما صار شيء مبين. حتى لو شعروا بذلك واذا كان المفتاح خارج لبنان شو بيقدم وبأخر بمجرد؟ لا، لما الدول كلها سوا تشوف انه نحن في حالة لا استقرار سياسي. نعم. في لبنان ساعتها بتعمل الجهد الكافي، ولكن اليوم في استقرار سياسي ظالم على المسيحيين وعلى كل اللبنانيين بلبنان، وهذا لا يجوز. أنا أدعو أنه لتروح الحكومة ومجلس النواب يوقف وما يعود يمارس مهماته إلا لما يتعلق بانبثاق السلطة وانتخاب رئيس جمهورية، لحتى يحسوا الكل أنه هذا البلد حقيقة ما بقى يقدر يكفي بالحال اللي هو فيه، ويحطوا الجهد. بس طالما عم بيعملوا لنا إبر منوم كل يوم ومخدريننا حاطينا بحالة موت سريري، هن لازم منا زعجينهم، لازم نزعجهم. وحتى نزعجهم لازم بلش نحس حالنا انه في مسامير على الكرسي اللي نحن قاعدين عليها. هلا بتعتقد انه رح نكون امام مشكلة عند ما يحين موعد التمديد للعماد اهواجي مرة جديدة؟ انا اتمنى موقف حزب الكتائب شو بهذا؟ انا اتمنى انه يصير في مشكلة عند اي استحقاق بده يصير. نحن نتمنى انه ما ترتاح هاي الحكومة، ونتمنى انه هيدي الحكومه بقى تاخذ القرار، رئيسها ياخذ القرار التاريخي يقول انا قاعد بالبيت بقى، خلصنا بقى، ما بقدر اكون انا رئيس. نعم. الفاسدين، لانه انا ماني فاسد، وبالنتيجه يدعي لرحيله. وشو بصير بهالحاله اذا ما صار انتخاب رئيس؟ بتكون طارت اخر مؤسسه شرعيه وحيده بالبلد. نحن لا نريد مثل هذه المؤسسه مثل ما هي هلا، رئيسها ما بده اياها مثل ما هي هلا، ما بيقدر. ما الذي يضمن ان تبقى الامور تحت السيطره؟ تبقى تصريف اعمال، ما عملنا تصريف اعمال بعهد لمين الرئيس. بتقدم استقالتها؟ ما تقدم استقالتها، عم تنتقل لتصريف اعمال. هلا هن ماسكين صاروا القاموس الدستوري، هيدي التصريف. نعم. الاعمال لا تلغي المؤسسه، تصريف الاعمال كل واحد بيصرف اعماله بوزارته، بيقعد مطرح ما هو، بس بالقليله بيوقفوا مراسيم الفساد اللي عم بمرقوها. نعم. من النفايات للسدود، لا لا لا، كل يعني بعده حزب الكتائب مقتنع بخطوته بالاستقاله من الحكومه. نحن نطلب اكثر من هيك، نحن عم نقول لازم نتحرك اكثر. حزب الكتائب اليوم نعم مشكله القاع شوي فرملت بعض الاندفاعه اللي كنا ماشيين فيها، لكن اليوم المجتمع المدني بالشغل اللي بلش يعمله اكثر واكثر، ونحن اكيد حده وقدامه ووراه وين ما بده، بموضوع النفايات، بموضوع النفايات وبكل المواضيع الاخرى، لانه. نعم. لبنان الحمد لله انه لبنان بعد في شعب حي مش شعب ميت. ما بيقدروا يعملوا هن حكام على شعب ميت، والشعب. نعم. الحي عم يلفظهم، عم بيتقيئهم، عم. نعم. بيقول لهم فلوا على البيت. يعني نحن امام
كرة ثلج بموضوع الحراك المدني مثل أكيد. ما فهمت بموضوع النفايات بين شيء جديد؟ موضوع النفايات رح اقول لك شو نحن هذا كل اللي عم يشتغلوا فيه رح ينعتبروا انه امضاوات ورق على ورق. اول شيء هاي الحكومة لم تعد ميثاقية، عند اول حكومة جديدة نحن رح نطعن بكل القرارات اللي اخذتها الحكومة بعد ما نحن انسحبنا منها. وبعدين في شغلة تانية على الارض اخذنا القرار انه لن يمر مشروع المتن اللي عم ينعمل بساحل المتن، وفي مشاريع رديفة ماشيين فيه نحن والمجتمع الدولي ومنظومة أصدقاء لبنان. لبنان رح يتعرض لضغوط دولية أكثر وأكثر لعدم تلويث المياه الجوفية فيه ومياه البحر المتوسط. منا لوحدنا بالسياسة، منا لوحدنا بالبيئة والمجتمع المدني، وكمان على الأرض لما بده يقرب وعم ننصح الشركات اللي عم تعمل عقود وعم تاخد التزامات من الدولة انه ما تعملها لانه كاميوناتها ما رح تقدر تروح على الارض تنفذ، لانه الناس اهل المنطقة رح توقف بوجه. عنوان المرحلة المقبلة انطلاقا من كل ما تقدم او كل ما سبق بحوارنا دكتور صايغ، بعد ما ينتهي عيد الفطر اعاده الله على جميع اللبنانيين بالخير، ماذا علينا ان نتوقع او ان نرتقب؟ اي عنوان تعطيه للمرحلة؟ في مخاض لمرحلة جديدة، هذا المخاض بلش، والحركة اللي عم بتصير اليوم حركة كتير صحية، هي حالة قطع مع الممارسة الماضية وبداية عهد جديد، أنوار جديدة. لبنان سيدخل عصر الأنوار، اللي بحب يضلوا بالظلمة هو خياره يضلوا بالظلمة. نحن نحضر مع الناس وكل الناس الطيبين والأوادم عصر أنوار جديد للبنان. وعلى صعيد الرئاسة ومن ضمنها بتجي الرئاسة، في ديناميكية حقيقية عميقة وجدية حتى نقدر نخرج ملف الرئاسة إلى النور بأسرع وقت. حتى لو لم تنحل إقليميا؟ لا، ما هو كله عم يتواكب مع بعض، كله بده وقت كتير، يعني ما بده وقت كتير. دائما نعول على تواريخ واستحقاقات وبتاخد. انا ماني معول على تاريخ معين بقول لك بهيدي يعني رح تبلش هاي، ولكن الشيء اللي عم بيصير بلبنان، نعم، اصرار الرئيس بري على الحوار ومتابعه الحوار منه جاي من العدم، منا نظره طوبويه للامور. عم بشوف كمان انه اذا ما استلحق هو الامور رح تبرم عليه وعلينا كلنا سوا. ايد وحده ما بتزقف، لازم نلاقيه. مشان هيك نحن كنا من الاساس بالحوار، ورح نبقى بالحوار، رح نتابع معه الحوار لو ما اعطى نتيجه. لو كان للحوار بس ما في غير محل بلبنان عم تقعد القوى السياسيه تحكي مع بعضها. بهالخلاصه دكتور سليم صايغ بنكون وصلنا لختام حلقتنا. الله يخليك. شكرا جزيلا. بحب عيد كل اهلنا بلبنان بعيد رمضان وبعيد الفطر عفوا. نعم. ومنتمنى لهم حقيقة فجر جديد وعصر جديد، عصر أنوار مثل ما حكينا. شكرا جزيلا، شكرا للمشاهدين على المتابعة، وكل عام وأنتم بخير، فطر مبارك.